السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا. برحب بحضرتك يا فندم. سعادة السفير سامعني؟ أنا سامع حضرتك كويس، اهلا اتفضل. وسهلا أهلا بيك. بحضرتك. طيب كلمنا عن كتلتنا التصويتية، حجمها قد ايه في جنوب افريقيا؟ الاقبال هل يعني مرضي ولا ازاي؟ الإقبال ما يعني فوق المرضي، الإقبال جيد جيد جدا. إحنا عندنا عدد الجالية المصرية هنا عدد، يمكن إحنا أكبر دولة في أفريقيا فيها عدد من المواطنين المصريين المقيمين. اليوم الأول كان الإقبال، كان نقدر نقول إن هو كان مع يعني كان محدود لأنه كان يوم عمل هنا في جنوب أفريقيا، تمام. ولكن من إمبارح من أمس والنهارده في عدد كبير من أبناء الجالية المصرية توافدوا على السفارة للتصويت. الناس كانت بتيجي في مجموعات يعني أسر، وكان مشهد يعني بينم فعلا على إن أبناء مصر في الخارج لا يقلوا على الإطلاق في اهتمامهم بالشأن الداخلي من المواطنين المصريين في الداخل. هل في و تواصل شكل تواصل حضراتكم مع مراكز العمليات هنا في البلد مع السفارة؟ نعم يا فندم، احنا بالفعل يا فندم طبعا احنا السفارة يا فندم هنا مرينا بأكثر من تجربة مع الهيئة العليا للانتخابات، وكانت جميع التجارب اللي مرينا بيها مع الهيئة كانت تجارب فعلا مؤثرة جدا. يعني الإجراء اللي بيتخذ احنا خلاص أصبح بالنسبة لنا قبل الاستفتاء بيوم كان كافي جدا جدا ان احنا نرتب كل الامور ونبلغ الجاليه. والجاليه يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي وهنطرحها ان شاء الله في توصياتنا هي ان احنا نشوف جنوب افريقيا زي ما حضرتك عارفه متنامية الاطراف، وفي ابناء جاليه بيقيموا على بعد 1400 و1500 كيلو متر من العاصمه، فبالتالي ممكن مع الهيئه العليا للانتخابات ان شاء الله نجد احد الحلول لتمكينهم من ممارسه حقهم ان شاء الله يعني. إن شاء الله ولكن في نتمنى المجمل يعني إيجابية إن شاء الله يا فندم. أكيد حضراتكم هتوفر كل التسهيلات والتعاون المطلوب، وده أملنا في حضراتكم وفي عملكم الدؤوب دايما. بشكرك جزيل شكرا الشكر جزيلا. سعادة السفير شريف عيسى في جنوب أفريقيا، سفير المصري في جنوب أفريقيا.